صليت، قمت الليل، استقمت، عملت شيء من الصالحات، صور الأعمال الصالحة، ضمنت القبول. بما تتكبر؟ تعال، الذي وفقك إليها الله، ولولا توفيقه ما عبدته. ثم بعد ذلك أنت إلى الآن لم تتيقن من القبول، هل قبلت أعمالك أو لم تقبل؟ لا إله إلا الله. ربما تنظر إلى إنسان تزدريه وترى أنه لا شيء أمام ما عندك من علم أو عبادة أو استقامة، ليكون قلبه معمورا مع الله أضعاف ما في قلبك. ربما تدخل الجنة بشفاعته في يوم القيامة، هذا الذي تزدريه. كم من الناس كانوا على استقامة ثم انصرفوا بعد ذلك والعياذ بالله. وهنا لاحظ مسألة، الذي يقر نفسه على الكبر على الناس بسبب عبادته لابد أن ينصرف عن العبادة. تريد مثل إبليس؟ أنا أذكره قبل قليل، عبد أكثر منك بكثير والآن ما حاله؟ فمن تكبر على غيره بسبب عبادته سيعاقب بترك العبادة بالإعراض.